محافظات الحدودية. في السنوات الأخيرة شفنا اهتمام كبير جدا من الدولة بالمحافظات الحدودية، توفير المرافق والخدمات، حياة كريمة ودخولها لكل مناحي الحياة في محافظات مصر واللي أيضا منها المحافظات الحدودية. سنوات طويلة حرمان من خدمات حقيقية، وخصوصا أن في طبيعة خاصة للقطاعات المختلفة داخل هذه المحافظات. لو جينا نتكلم عن الزراعة أو الصناعة، لو جينا نتكلم عن الحرف اليدوية، هتلاقي المحافظات الحدودية ليها طبيعة خاصة تمثل هذه البيئة. منهم محافظة مرسى مطروح. مرسى مطروح في الحقيقة بتتوفر فيها مساحات مطرية كبيرة بيتم زراعتها، وأيضا بيعتمد الأهالي هناك على الرعي بالنسبة للثروة الحيوانية، تتركز في الأغنام وفي الماعز. في طبيعة خاصة للتعامل مع المياه، أن يكون في حفاظ على المياه وتوافرها. كانوا محتاجين خدمات، محتاجين أن احنا نبتدي نتابع معاهم من خلال وزارة الزراعة، إدخال نظم جديدة في الزراعة، توفير التقاوي، إدخال سلالات تقدر تتماشى مع الطبيعة بالنسبة للثروة الحيوانية داخل محافظة مرسى مطروح. وزارة الري أيضا قامت بمجهود كبير جدا، حصاد مياه الأمطار وإقامة السدود، حماية بعض الأماكن، ده اللي الدولة بتنفذه في هذا التوقيت. جنبا إلى جنب أنا شفت مشاريع مهمة جدا لصقل مهارات المواطن البدوي في هذه المحافظات، وأيضا المرأة البدوية، من خلال دعمهم في مشاريعهم البسيطة اللي هي بتبقى جميلة جدا ومعبرة عن البيئة، صناعات يدوية وحرفية، توفير معارض تكون فرصة لتسويق هذه المنتجات والتعرف على ثقافات أخرى وعرض نماذجهم الجميلة. أنا معايا على الهاتف المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة مرسى مطروح. برحب بحضرتك يا فندم. أنا أحب أرحب بسيادتك وبكل مشاهدي ومستمعي قناة مصر الزراعية. أنا بشكرك على تواصلك معنا، وبشكرك أيضا على المجهود اللي بشوفه في هذا التوقيت في محافظة زي محافظة مرسى مطروح اللي المواطن فعلا بقاله سنين محتاج خدمات بنشوفها النهاردة. استعدادكم للموسم الشتوي، وخاصة انت عندك الزراعة المطرية مساحات كبيرة، عندك محاصيل مهمة زي محصول الشعير، كلمنا عن الموسم الشتوي. هو في البداية بس بعرف سيادتك ان احنا محافظة مطروح هي محافظة بتعتبر من المحافظات النائية على سواحل البحر المتوسط، وهي بتختلف عن باقي المحافظات حيث بتعتمد على ثلاث انماط من الزراعة. عندنا في زراعه بتعتمد على مياه الامطار، في زراعه بتعتمد على الري الدائم، وفي زراعه بتعتمد على مياه الجوفيه وهي موجوده في واحد سيوة. بالنسبه لمحافظه مطروح احنا عندنا في حوالي 200,000 فدان بنزرعوا كل سنه شعير، وحوالي 18,000 فدان بنزرعوا قمح في منطقه الحمام ومنطقه قرى شباب الخارجين، وفي عندنا حوالي 10,000 فدان من 10-15,000 فدان بنزرعوا قمح على الزراعه المطريه. في بداية من شهر 9 بنبتدئ بتوجيه خطاب لمعالي وزير الزراعة وبتكرم سيادته بتوفير تقاوي مدعمة بنص الثمن لمزارعي مطروح، وده مساهمة من وزارة الزراعة ومن معالي الوزير وتعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الوقوف بجانب المزارعين يعني وبالأخص مزارعي الحياة المطرية، لأنها حياة صعبة وبتواجه صعوبات بالغة للزراعات الموجودة في محافظة مطروح. فاحنا بالتعاون مع الجمعيه المركزيه بنوفر التقاوي من وزاره الزراعه مدعمه، واداره التقاوي مدعمه بنص الثمن لمحافظه مطروح، وبيتم توزيعها على الجمعيات الزراعيه الموجوده بالمحافظه. طيب ده تم؟ يعني احنا انتهينا من توزيع تقاوي الشعير؟ احنا في النهايه يا فندم احنا خلصنا تقاوي القمح وزعناها الحمد لله، احنا جالنا 150 طن قمح وزعناهم على المراكز المطريه الموجوده اللي هو مركز الضبعه ومركز مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوه، وعندنا فيه باقي تقاوي الشعير ووزعنا منها شويه الحمد لله. ولكن هذا العام ظاهره غريبه جدا في محافظه مطروح، وهو التغيرات المناخيه الرهيبه الحاده اللي بتحصل في المناخ على مستوى العالم. محافظه مطروح يا فندم الى الان لم ياتي المطر بالشكل الكافي لكي يتم زراعه القمح والشعير في المحافظه في كل المساحات، ولكن اتى في بعض المناطق المتفرقه في المحافظه وبكميات متوسطه وضعيفه جدا، مما سوف يؤثر على الانتاج هذا العام بالنسبه لمزارع الزراعات المطريه. طب انا عايز اسال سؤال، طبيعه الزراعه المطريه بتبقى ازاي؟ يعني هو بيستنى هطول الامطار ولا بيبقى وضع البذور الاول؟ يعني هو بيستنى بعده
هطول هو يا فندم لطبيعه الارض الكالسيه الموجوده في محافظه مطروح، الارض جيده شويه عن باقي الدلتا وزراعات الدلتا. بيتم الاول بنستنى اول مطر بينزل في المحافظه بيكون مثلا في شهر 10 وبيبدا الحرث بعدها، وبعدها بيتم زراعه فاول القمح والشعير عفير على الزراعات المطريه. طب احنا بالنسبه لوزاره الري كانت ابتدت معاكم في مشاريع من سنين اللي هي حصاد الامطار، علشان دي بتسند بعد كده في هذه المواسم. بالظبط. مستعدين احنا بحصاد الامطار ان شاء الله ان ربنا يعوض في الفتره القادمه. هو احنا فندم محافظه مطروح طبعا معروفه ان هي موجود فيها مشاريع دوليه، بدايه من برنامج الغذاء العالمي 2270، مرورا بمشروع البنك الدولي الموجود من سنه 94 ل 2004، الى مشروع الايفاد الموجود الان بالمحافظه. هذه المشاريع قدمت الكثير في مجال حصاد مياه الامطار، وايضا مشروع جهاز التنميه الشامله بوزاره الزراعه الدكتور علي حزين اللي هو قايم بشغل كويس جدا عندنا في منطقه الربع الوسطى في سيدي براني، بيتم تنفيذ عدد من الابار. هذه الابار بتخزن مياه الامطار عن طريق سقوطها في هذه الابار وتخزينها للاوقات الحرجه من العام وهي اوقات الصيف. والحمد لله يعني في بعض الابار فيها مياه ولكن ليست بالصوره الكافيه، لان طبعا كل ما المطر اتاخر بيتم السحب منها اول باول لشرب الانسان نفسه في الصحراء. فالمزارع هنا يعني يواجه صعوبات بالغه بالغه في مجال حصاد مياه الامطار وفي مجال الزراعه، وايضا اثرت بشكل كبير على الثروه الحيوانيه في محافظه مطروح. محافظه مطروح تمتاز يا فندم ب الاصناف البرقي، وهي من افخر انواع الاصناف الموجوده على مستوى الخليج وعلى ومطلوبه جدا في بلدان الخليج. ايضا نقص المراعي الطبيعيه ادى الى نظرا لعدم وجود امطار فادت الى نقص المراعي الطبيعيه، كل ده اثر بالسلب على تعداد الثروه الحيوانيه الموجوده في محافظه مطروح، حيث كان يبلغ تعداد الثروه الحيوانيه في محافظه مطروح سنه 86 حوالي 800,000 راس، الان وصلت ل 320,000 راس. ففي تدهور كبير جدا في الثروه الحيوانيه نتيجه لعدم سقوط الامطار في المحافظه، ونتيجه لاختلال وتغير المناخ على مستوى العالم، وبالنسبه للمؤسسه العربيه ايضا اثر على الثروه الحيوانيه. عايز اسال سؤال لحضرتك، انا عارف ان عندكم محطه او اتنين بتستخدم لمياه الشرب في تحليه مياه البحر، صح؟ تمام. عندنا في محطتين موجودين، محطه موجوده في محافظه مطروح نفسها في العاصمه، وفي محطة موجودة في سيدي براني، وفي محطة في شرق مطروح. هذه المحطات يعني بالكاد تكفي لشرب البشر الموجودين في المحافظة، حيث الآن خط المياه النقل للمياه من اسكندرية إلى مطروح يوجد به صعوبات بالغة الآن لتوسعة الطريق حسب تعليمات فخامة الرئيس السيسي بضرورة توسعة الطريق من الاسكندرية إلى السلوم. يعني يشهد الان فشل يعني هو في مشاريع دلوقتي كبيرة. قائمه، وبالتالي دي مأثره شويه على خط نقل المياه لحين الانتهاء من المشاريع دي. بالظبط يا فندم، الخط فيه مشاكل شويه لانه بينقلوا الخط القديم فبيعملوا احلال وتجديد للخط الجديد، ففي ضغط كبير على المحطات، والمحطات غير كافيه الان لشرب البشر الموجودين. لكن احنا عندنا محطات اللي هي تحليه مياه البحر موجود، محطات تحليه مياه ودي تكنولوجيا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان هي لازم يتم توطينها في مصر عموما، لان دي هتبقى مستقبل مهم. انت احنا بنتكلم على محافظه بالفعل يا فندم، احنا عندنا في حتى محطات صغيره بتحمل حوالي 400 متر في اليوم مكعب ميه معلاه، مركز بخصوص الصحراء بيتم تنفيذها الان في النجوع الموجوده في الصحراء عند المزارعين جوه، بيعملوا لهم محطات صغيره حتى تساعد في تخفيف حده العبء من نقص مياه الامطار. ما ده اللي انا عايز اشيد بيه برضو، جهود مركز بحوث الصحراء ومشروعات التنمية الزراعية دكتور علي حزين، ان هم بيقدموا مشاريع بتخدم المواطن هناك، بتوصل له خدمة توفرها. كنا لسه يا فندم الاسبوع اللي فات مع دكتور علي حزين في منطقة الربيع الوسطى على بعد حوالي 50 كيلو من مدينة سيدي براني وبين السلوم وسيدي براني، نجوع داخل الصحراء، تم توزيع 70 طن شعير على المزارعين على القرى الاكثر فقرا حسب توجهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليمات معالي وزير الزراعه بضروره الوصول الى الاكثر فقرا، وتم توزيع حوالي 70 طن مجانا بدون اي مقابل من قبل جهاز التنميه الشامله على المزارعين. 70 طن، المشكله ان احنا في التوقيت ده مرتبطين، الري والزراعه مرتبطين بالتوقيت كمان، يعني
اي تاخر في هطول الامطار ممكن يضيع الموسم على المزارع. بالظبط يا فندم، حتى كمان احنا سيادتك وصلنا كمان تقوي المنطقه الغربيه العسكريه، يعني حتى توجيهات فخامه الرئيس بضروره استغلال الامثل لكل الاراضي الموجوده على محافظه مطروح، واستغلالها في زراعتها في المحاصيل اللي هي الرئيسيه مثل تقوي القمح والشعير، لان سيادتك عارف ان دي محاصيل استراتيجيه وهامه جدا بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه. فتم توفير التقوي للمنطقه الغربيه العسكريه حوالي 30 طن قمح للمنطقه الغربيه، وايضا حوالي 10 طن شعير. فانا بالمتابعه معاهم قالوا لي احنا زرعنا بعض المناطق، وبعض المناطق لم يصلها الامطار، فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالمطر، لان المحافظه فعلا في امس الحاجه للامطار. يعني هذا العام انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ صدق الله العظيم في كل تفصيله انت بتقوم بالمجهود اللي عليك، وربنا هو اللي بيكرم وبيوفق وبيرزق. بشكر حضرتك المهندس احمد يوسف وكيل وزاره الزراعه بمحافظه مرسى مطروح، يعني جهود بتقوم بها الدولة. ولكن أكتر من نقطة مهمة جدا في حديثي مع المهندس أحمد يوسف، أن أنت بتتكلم على أماكن التغيرات المناخية ابتدت تتصارع فيها وتيرتها، وابتدينا نشوف ليها تأثيرات سلبية. التحول إلى التكنولوجيا واستخدام جميع الموارد شيء ضروري جدا، وحتى إن كانت مكلفة في البداية فالدخول في هذا الملف وهو تحلية مياه البحار أمر لا بد منه للاستفادة ولتنمية هذه الأماكن اللي هي أساسا يعني لا غنى عنها للدولة المصرية. أنت يكون عندك إنتاج وعمل ومواطن واستدامة في الإنتاج في هذه الأماكن. بتشوف عدد من المشاريع بتنفذها الدولة من خلال أكتر من يعني أجهزة داخل الدولة المصرية زي مركز بحوث الصحراء وجهاز تنمية المشروعات.